السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء غائمة، هطلت زخات من الأمطار في العاصمة الرياض، أيضا سادت أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الشمالية والشرقية والوسطى من المملكة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الأجواء غير المستقرة مستمرة على المملكة خلال الأيام القادمة، وأيضا فرصة للأمطار على الرياض اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء، وضباب كثيف متوقع على الشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية بشكل يومي طيلة الأسبوع الحالي خلال فترة الصباح. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة في عموم المنطقة الوسطى، انتقلت نحو المنطقة الشرقية. عملت هذه الغيوم على هطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار شملت العاصمة الرياض، بالمقابل انتشرت لكميات من الغيوم الركامية هذه المرة في المنطقة الجنوبية الغربية الساحلية والمرتفعات، عملت أيضا على هطول زخات رعدية من الأمطار كانت غزيرة في بعض النطاقات. نبقى نتحدث عن الأمطار ونستعرض الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الأمطار المتوقع من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، حيث تستمر المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي. يوم الثلاثاء تعطل زخات من الأمطار خلال فترة الصباح على العاصمة الرياض وعموم المنطقة الشرقية وصولا نحو حفر الباطن، أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية بما فيها الساحلية والمرتفعات الجبلية. تبقى فرصة الأمطار واردة في عموم تلك المناطق بالإضافة للمنطقة الشمالية خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء وليل الثلاثاء على الأربعاء. بالنسبة ليوم الأربعاء تبقى الفرصة مهيئة أيضا لهطول زخات من الأمطار تكون رعدية في بعض الأحيان في المنطقة الجنوبية الغربية تمتد حتى مرتفعات الطائف، المنطقة الوسطى، حفر الباطن وأجزاء من المنطقة الشمالية. تبقى أيضا فرصة الأمطار مستمرة طيلة يوم الأربعاء وتستمر حتى ليلة الأربعاء على الخميس، ويوم الخميس تقل أو تتراجع قليلا هذه فرصة زخات الأمطار، لكن تبقى الفرصة واردة في المنطقة الشرقية وعموم المنطقة الغربية من المملكة. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط الضباب المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث يتوقع أن يتشكل الضباب بسبب ارتفاع نسب الرطوبة السطحية وغياب الغيوم خلال ساعات فجر وصباح يومي الأربعاء والخميس، وبالتالي يتشكل الضباب في عموم منطقة الإحساء، المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية، لكن سرعان ما يتلاشى هذا الضباب خلال فترة النهار ويعود خلال فترة الليل ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر أيضا في المنطقة الشرقية وعموم المنطقة الشمالية، قد يمتد بشكل محدود نحو المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض خلال ساعات صباح يوم الخميس، وتتدنى الرؤية الأفقية، وبالتالي ينبه الإخوة السائقين والمستعملي الطرقات الخارجية خلال فترة الفجر والصباح في هذه المناطق المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية من صباح يومي الأربعاء والخميس بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر. ننتقل الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس غير مستقر، فرصة لزخات من الأمطار تكون متفرقة الشدة بالمجمل 15 درجة مئوية فقط، من 15 الرطوبة مرتفعة حوالي 94%، والرياح تكون بين المعتدلة السرعة والنشطة أحيانا خاصة خلال ساعة ما بعد منتصف الليل. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الثلاثاء أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار 22 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 17. يوم الأربعاء خلال فترة النهار أيضا تبقى الأجواء غير مستقرة، فرصة لزخات متفرقة من الأمطار لكن سرعان ما تتراجع فرصتها خلال ساعات الليل، ويميل الطقس للاستقرار قليلا خلال ساعات نهار يوم الخميس، ترتفع قليلا درجة الحرارة لتسجل 24 درجة إلى 17 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.